مساءكم خير. إذا كان عندنا أسئلة تخص الحوار الوطني فهي أسئلة بالتأكيد مشروعة جدا. إذا كنا لسه مش عارفين هو مين اللي هيتحاور بالظبط وهي إيه مخرجات الحوار فهي أسئلة منطقية، لأنه الكل مدعو للحوار والكل مدعو للمشاركة فيه، وإيه اللي هيخرج منه محدش فينا لسه يقدر يتوقع ده، لكن نقدر نبقى عارفين خطوط واضحة جدا للي هيحصل، ونبقى فاهمين انه في سياسه بتدير هذا الحوار عشان نخرج منه بنتائج. هذه اسئلتنا النهارده. لو عندنا اسئله تخص الحوار الوطني وايه اللي انا كمواطن هعرفه منه او هستفيده او هيتغير بسبب الحوار الوطني، فهذه اسئلتنا لضيوفنا الاعزاء اللي مشرفينا النهارده، الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس ورئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. ده تايتل جديد ومسؤوليه جديده مش كده؟ اهلا بيك مساء الخير. اهلا بحضرتك. والنائب والصديق العزيز احمد فتحي، لازم كل ما اقدمك اقول الصديق العزيز، ما اعرفش اقول التايتل من غيرها. عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وايضا وكيل لجنه التضامن الاجتماعي، واللجنه والتنسيقيه مشاركه بقوه في الحوار الوطني، وده كمان واحد من الاسباب والاسئله الكتير اللي احنا عايزين نعرفها منك النهارده. منورنا ان شاء الله. ربنا يخليك. هبدا مباشره في السؤال الكبير اللي الناس كلها بتسال عنه، وهبدا مع حضرتك سياده النائب بعد اذنك. هو الحوار الوطني هتتكلموا عن ايه؟ يعني هنتكلم عن ايه ولا ايه؟ المهتمين بالاقتصاد هيقولوا كلمونا اقتصاد، والمهتمين بحريه الراي كلمونا حريه الراي. الحوار الوطني هيتكلم عن ايه؟ طبعا اولا برحب بصديقتي العزيزه سياده النائبه الاعلاميه دين عبد الكريم، سياده النائب المحترم عماد الدين حسين، وبقول له الف مبروك طبعا على اختيار حضرتك، واختيار بجد مشرف للمجتمع ككل، وزميلتي العزيزه كمان النائبه اميره صابر في تنسيقيه شؤون الاحزاب والسياسيين. جميل الاسماء دي واحنا بنقراها كده الله، يعني بيقول انه اختيار موفق جدا، ما فيش حد. وكمان اكتر من ده كمان اختيار السيد المستشار الجليل محمود بفوزي ان هو يكون مسؤول رئيس، مش المنسق، منسق طبعا الصحفي المحترم ضياء رشوان، لكن سياده المستشار الجليل محمود بفوزي هو مدرسه في اداره ملفات الدوله. ولما هاخد من كلام حضرتك حاجة مهمة جدا الناس بتسأل عنها في الشارع، هو الحوار الوطني عن إيه؟ زي ما حضرتك اتكلمتي إن ناس كتير عايزة تتكلم اقتصاديا، في ناس تانية تتكلم سياسيا، في ناس تانية تتكلم اجتماعيا، فهو الحوار الوطني يعني شامل كل الملفات اللي بتهم كل مواطن مصري. بس دايما كانت الناس بتقول إيه فايدة الحوار الوطني؟ هل الحوار الوطني هيفيد فعلا؟ هل هيطلعوا بمخرجات معينة وتتحقق على أرض الواقع؟ تابعنا الفترة اللي فاتت كل القوى السياسية على صفحاتهم على التواصل الاجتماعي بيقولوا إيه لما راحوا واتقابلوا مع دكتورة رشا راغب رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وابتدوا يتكلموا عن ان هم كل حزب ليه رؤيه معينه كرؤيه سياسيه، وبرضو ايضا مؤسسات المجتمع المدني ليها رؤيه في تطوير المجتمع من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهليه. فتخيلي حضرتك ان المعارضه وهي ممثله ايضا في مجلس امناء الحوار الوطني، فلما الحديث والحوار لما يحصل ما بين اطراف مختلفه اللي في الاخر هيقول ايه المخرج ايه في الاخر عشان اقدر احقق على ارض الواقع. وده عشان اطمن الناس، ان عشان الناس كتير برضو لما بنقرا انا دايما ما بنشوفش الصوره الايجابيه، دايما اقعد ابص على الصوره اللي الناس بتقول ان بالظبط، او المعارضه كمان للموضوع اكتر. قالوا ان والله الحوار الوطني ازاي هتقعد اثنين او ثلاثه مختلفين سياسيا عن موضوع معين وهتحقق نتيجه وتطلع بورقه سياسات او ورقه مخرجات معينه تتحقق على ارض الواقع. التجربه اللي اثبتت نجاحها الحمد لله ان انا بتشرف ان موجود في كيان عظيم اسمه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. احنا على مدار الاربع سنين جمعنا 26 حزب سياسي. لا ده انتوا جمعتوا كل الاشكال والالوان والاطياف. ده حقيقي، من اقصى اليمين لاقصى اليسار. فتخيلي حضرتك الايديولوجيات المختلفه دي قعدنا على مائده واحده عشان نقدر نطلع ورقه سياسات. واشتغلتوا كفريق؟ كفريق عمل داخل غرفتي المجلس، سواء في البرلمان او في مجلس الشيوخ. وابتدينا نقول احنا الغرض الرئيسي من المعارضه ان المعارضه تبقى بناءه، ان انت تقول لي انت معارض ليه، فانا احترم وجهه نظر حضرتك وحضرتك تحترم وجهه نظري،
ونحقق الاثنين ده على ارض الواقع مع بعض. فحتى في يعني الفتره اللي فاتت عملنا جلسات حوار مجتمعي كتيره جدا مع شباب الجامعات عشان برضو نوضح للناس ان الموضوع يعني حوار وطني. وانتم كشباب لما تقدموا الورقه على الويب سايت بتاع الاكاديميه الوطنيه قولوا رايكم، قولوا اقتراحاتكم. احنا ما شاء الله ما يقرب، وده اللي هيكلمنا بالتفصيل عنه اكتر عماد بيه، ان اكتر من 100,000 طلب مقترح. ومقترح اتقدم للاكاديميه الوطنيه. فطبعا ده اللي بيصعب المهمه، وانا هنا عايزه فعلا اعرف الحته دي. المهمه صعبه جدا، ما هو احنا لو اخذنا راي ال 100 مليون مصري فاحنا بنسال عن 100 مليون راي. هل في خطوط عريضه؟ هل احنا محددين ومتفقين على انه احنا بنتحاور حول 1 2 3 هم دول المحاور الرئيسيه؟ بص حضرتك، الاول يعني عايز اشكر كلامك الجميل في المقدمه، ثانيا عايز اشكر كل من رشحني لهذه المهمه، واتمنى ان اكون يعني اهل لها زي ما بنقول. النمره 3، لازم نبص لفكره الحوار الوطني في السياق العام بتاعها. السياق انا يعني كان من حظي او تشرفت ان انا حضرت لقاء السيد الرئيس مع الصحفيين في منتصف ابريل تقريبا يوم حصاد القمح في توشكا. ايوه، هو كان غالبا بدايه، فده كان اول اشاره في اخر كلامه، قال ان الجمهوريه الجديده بتحتاج الى حوار وطني اكثر اتساع. أيوة. فدي كانت اشاره سريعه. بعدها بحوالي في 26/4 تحدث الرئيس بمزيد من التوضيح في الافطار الاسره المصريه اللي اطلق فيه الحوار، وكان فيه بعض رموز المعارضه المصريه ومنهم حمدين صباحي وكمال ابو عيطه وعدد كبير من الرموز، وده كان تطور مهم جدا. وبدات التفاعلات. الناس لما هتشوف السياق بتاع هل الناس عايزه تعبر عن رايها؟ عايزه تتكلم؟ في بعض الناس يقول لك اه ازاي الناس كلها تتكلم؟ زي ما حضرتك طرحت السؤال، وهذا حقهم، الدنيا هتبقى سايحه ومحدش هيركز. بس كمان في جزء ايجابي، ان انت رغبه الناس في الحديث ده احيانا جزء من عمل السياسه، ان الناس تتكلم، الناس تفضفض عن نفسها، مش وحش. بس هو اخلي ده في سياق صح وفي اطار تنظيمي صح بحيث استفيد منه. بالظبط. لان انا لما يجي في ناس في المعارضه المصريه لو انت اديتيهم منبر يتكلموا فيه وطلع يتكلم وروح، الموضوع هينتهي. وده اللي حصل على مدار جزء كمان التنفيذ تجارب سابقه. ايوه، لما انت تقول واحد مش هتتكلم هو بيبقى عايز يقول رايه، حتى لو لم يؤخذ بيه بس يعلنه. فبالتالي ان الناس تبادر تبعت ايميلات وتبعت مقترحات وافكار، حتى لو في 100 مليون راي او 104 بعدد سكان مصر كله، مش وحش. بس يبقى الفكره ايه؟ بتبقى الفكره انه الجهه التنظيميه او مجلس الامناء، او ما اعرفش، انا للامانه لا اعرف لحد دلوقتي دور مجلس الامناء هنعمل ايه بالظبط، لانه ده غالبا هيبقى في الاجتماع الاول الذي منتظر انه مساعده في تنظيم اصلا مخرجات الحوار، اللي منتظر يبقى غالبا ممكن في الاسبوع الاول هذا الاسبوع طبقا لما اعلن سابقا، ومفروض اخونا وصديقنا ضياء رشوان يعلن ده قريبا. فبالتالي لما يجي عندي هفترض 100,000 او 200,000 راي واقتراح، مش وحش، يبقى في لجنه مهمتها انها تفلتر وتنظم وتبوب وتفهرس هذه الاراء وتحطها في سياق صح. فبالتالي ابقى انا عملت خدمه عظيمه جدا، ان انا اديت للناس حق التعبير، ثم نظمت الامر بصوره طبيعيه واضحه، مين الاهل الذي سيشارك بفعلها؟ هل هو حوار سياسي فقط ولا حوار اقتصادي فقط ولا انا ظني ان هو كل القضايا، ما فيش حاجه اسمها اقتصاد وسياسه، وانا لما اجي اتكلم عن سعر الفائده هو ده سياسه ولا اقتصاد طبعاً. ولا يعني كله متداخل في بعضه. ظني ان احنا المفروض بنتفق على قواعد عامه للحوار بالزبط. ولما ننظمها بعد كده هتلاقي انت في حاجات هتبقى عموميه وفي حاجات هتبقى لجان نوعيه، بمعنى ان لما يبقى في مجموعه من الاقتصاديين طبيعي هيناقش والله سعر الفايده، هيناقش المشروعات الاقتصاديه ايه اللي الاولويه وايه اللي ماليه شغل، ونصل الى طبيعي ان الحوار دايما بين المختلفين، الاصدقاء لا يتفاوضوا. يعني او لما بنتفاوض احنا بنتفاوض عشان هو متعه الحوار اننا لا نتفق طول الوقت. لا يعني لا، الفكره كمان حتى لو اختلفنا، يعني اذا احنا قعدنا مع الاسرائيليين سنه 77 و78 و79، واذا الامريكان والصينيين قعدوا مع بعض في 71، واذا يعني كل الفرقاء بيقعدوا، فما بالك بابناء الوطن الواحد؟ والرئيس قال جمله، الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. فبالتالي علينا ان احنا نبص للامر من هذه الزاويه. انا تقديري يعني بقول كصحفي
بمجرد الاعلان عن حوار وطني وطوال الفتره حصلت مجموعه من الاشياء الايجابيه الجيده بما فيها الجزء الاعلامي اللي انا يعني بحس في مساحه اكبر من هامش الحريات، في ناس بتتكلم، في عايز اقول لحضرتك بكره راجع عمرو حمزه ويكتب في الشروق. يعني ده جزء كويس. مش هو ده المكسب، لكن اقدر اقول ان عوده الخط اللي كان اختفى او كان البعض فينا اعتبر انه غير. اي حد يؤمن بالقانون والدستور والدوله المدنيه اهلا وسهلا، طالما ان احنا بنتكلم على قواعد عامه. طيب ده كويس. يعني انا طبعا موافق حضرتك جدا، لكن احنا هنرجع للفاصل نقول مين الموجودين بقى على طاوله الحوار ومين مش موجودين، لانه كمان دي من ضمن الاسئله اللي طرحها الناس، انه احنا كان في بيننا وبين البعض دم، هل هم موجودين على طاوله الحوار؟ يعني حتى من قبل ما نطلع مش موجودين طبعا. طمن بس، نروح فاصل بسرعه ونكمل كلامنا عن الحوار الوطني وملامح هذا الحوار وتفاصيله. مرة تانية بنكمل حوارنا عن الحوار الوطني. وتاني كون انه في حوار داير في بلدنا دي حاجة صحية جدا. إذا توقف الحوار وإذا توقفنا عن إبداء الرأي فيما يخصنا ويخص حياتنا فده كان ناقوس الخطر اللي أعتقد وما أقدرش أجزم يعني إنه كان محرك البداية، لأنه مناشدة الرئيس بإنه يبقى في حوار وطني خط موازي إن الحياة العامة والحياة السياسية يبقى مستمر ويبقى مؤثر كمان. نفسي قوي أسأل عن الخط السياسي. بعض الناس أو بعضنا هيقول طب ما هو في مسارات سياسية للمشاركة. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكيد قدمت كمان ورقة مقترحات للحوار الوطني. كان إيه أولويات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خصوصا إن إحنا نقدر نقول أنتم الفصيل الموجود على الأرض ونشهد بده قوي قوي أيام الانتخابات، الاقتراب الحقيقي والنزول الحقيقي للشارع ومصر من شمالها لجنوبها، فبالتأكيد قدرتوا تجمعوا كتير من اللي الناس بتطلبه منكم بشكل يومي. احنا عندنا حاجتين، عندنا التنسيقية ليها رؤية معينة داخل قصة الحوار الوطني، وأيضا أعضاء التنسيقية أن كل واحد برضو كانت ليه رؤية عن التنسيقية عايزة تقدمه. بمعنى إيه؟ إحنا دلوقتي عندنا حاجتين، أن في أعضاء بتقدم زيها زي أي حد مواطن بيقدم اقتراح معين بشكل فردي بالظبط، وفي التنسيقية نفسها عندها مقترحات معينة ككيان بالظبط. فابتدينا نجمع الاتنين مع بعض ونشوف كل واحد كان هدفه ايه في موضوع ان هو يتكلم ويقول انا عايز اوصل صوتي عشان خاطر نحقق حاجات على ارض الواقع. منها مثلا لما اتكلمنا عن فكره المجتمع المدني وابتدينا نشوف مدى تاثير المجتمع المدني داخل الجامعات المصريه، لقينا حاجه مهمه جدا وده ملف مهم جدا الا وهو الاتحاد الطلبه والانشطه الطلابيه. ودي مجتمع يعني انا بتشرف ان انا باسس احد مؤسسات المجتمع المدني في مصر واللي بتشتغل مع شباب كتير، واتشرفت ان واحده من اهم المؤسسات على مدار الخمس سنين. ايوه بقى قولي انت نبضات الشباب، انت داعم كبير لينا بصراحه يا دينا في القصه دي. برضو شفنا ان اللجان النوعيه اللي داخل اتحادات الطلبه مع احترامي الكامل ليها لو الدوله عايزه تعمل اي مشروع، وزي ما سياده الرئيس دايما بيقول دور التوعيه ان ملفات الدوله كلها تتصب في افكار الشباب، ده مش موجود عشان صريح معاك. مش بيحصل حاجه صغيره جدا. طب ايه اللي المفروض يحصل؟ غير ان هنسمعهم اكتر التنفيذ على ارض الواقع. يعني ما عندي لجنه اسمها اللجنه الاجتماعيه داخل اتحادات الطلبه، وعندي وزاره اسمها التضامن الاجتماعي، واللجنه الاجتماعيه كل اللي بتعمله داخل الجامعات اللي هي تعمل سواء كندوه تثقيفيه داخل الجامعه او حاجه تخص مثلا منطقه عشوائيه فبتبتدي تطور فيها الجزء صغير. ايه ده؟ لا طبعا، ده احنا ملف الحمايه الاجتماعيه عندنا ملف كبير جدا. أوكي. نفس النظام لجنه السياحه جوه في اتحاد الطلبه، وده ابتدينا نسمع عشان كده عملنا لجنه وابتدينا نسمع اراء الشباب من اتحاد الطلبه المختلفين على مدار الجامعات الحكوميه والخاصه وايضا كمان الجامعات الاهليه. شفنا افكارهم، لا يا جماعه طب ما نمرج من اللينك ده مع ده ونشوف ان ادي مثلا عندنا لجنه وزاره السياحه بالحاجات الجميله اللي بتعملها، هل هي واصله للشباب اساسا ولا لا؟ ولا هي الشباب بس نطلع رحله لشرم الشيخ وللعين السخنه ويقول هو ده اللي احنا بنعمله على مدار الاربع سنين؟ يعني حضرتك بتقولوا انه الحوار الوطني يقرب الشباب او يسرع من دمج الشباب في الحياه السياسيه والحياه العامه؟ لازم يعني هو عفوا ده لو ما حصلش
هيبقى برضو الشباب مش عارف ان ايه اللي بيحصل داخل الدوله المصريه، فمشاركه الشباب مهمه جدا. فالشباب كتير، واحنا كمؤسسه مجتمع مدني تقدمنا بالاقتراح الاهتمام الكبير بالانشطه الطلابيه وايضا باتحادات الطلبه، وكمان رؤيه الشباب ده احنا كمان بيقولوا ادي الانشطه الطلابيه وابتدت الحكومه على مدار الاربع سنين اللي فاتوا بيدعمونا، طب ليه ما نتجهش ان احنا نعمل نفس الشكل اللي اتعمل في مصر نعمله في افريقيا، ما دام اتجاه الدوله الاهتمام بافريقيا، طب ما احنا ناخد الجامعات اللي موجوده على مستوى دول افريقيا ونقول ادي النموذج محترم للدوله المصريه نجحت فيه. فالحديث اللي احنا بنقوله ان احنا بناخد من الشباب بنقعد ندرسه، عندنا لجنه دلوقتي داخل تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين مختصه بالحوار الوطني، فبتجمع كل الاراء اللي موجوده سواء بقى كمجتمع مدني لا تخص حاجات اجتماعيه او ما يخص الاقتصاد او ما يخص السياسه. فخلاص انت عندك حضرتك ثلاث ملفات اللي لو اي حد بيفكر سواء معارض او مؤيد ان عايز يطور من الملف ده هو في الاخر هيعود بالنفع على المواطن المصري. بالتاكيد انا ده اللي يعني احنا كمان من حوارنا النهارده بتتضح ملامح كتير احنا كنا بنسال فيها، فكره الفلتره وانه الكيانات بتفلتر وانه كل شخص بصفته وباسمه موجود في مجلس امناء الحوار الوطني هو ممثل لكيان كبير ممكن يكون بيعبر عن راي يشبهني او راي موجود في الشارع. احنا كمان بستاذن حضراتكم، معانا مداخله من الاستاذ جمال الكشكي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. استاذ جمال اهلا بحضرتك، الكاتب الصحفي الاستاذ جمال الكشكي. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين وبضيوف حضرتك الكرام. احنا معانا الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين وسياده النائب احمد فتحي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. كل التحيه والتقدير لحضراتكم يا فندم. بسرعه كده عاوزين نسال حضرتك عن رؤيتك في للمشاركه في من خلال دورك كعضو لمجلس امناء الحوار الوطني، رؤيتك للي ممكن يحصل في ملف تحديدا حريه الصحافه والاعلام اللي طول الوقت احنا بنتكلم عنه كده على استحياء ونقول ان احنا ممكن نحقق فيه مكاسب اكتر. يعني خلينا نقول انه يعني دورنا اولا نفصل بين حاجتين، دورنا كمجلس امنا وهو دورنا هو تنظيمي للحوار الوطني بشكل عام. نحن نشارك في تنظيم واداره الحوار الوطني بشكل عام. دي حاجه، وسؤال حضرتك حاجه ثانيه. وبالتالي عندما نتحدث عن حريه الاعلام خلينا يعني ناخد المساله بشكل اوسع. الكلام في حريه الاعلام ممكن حضرتك تتكلمي وانا اتكلم واستاذ عماد يتكلم وكلنا نتكلم في الاعلام، وفي لها علاقه بحريات، لها علاقه بوضع مؤسسات، بانفاق في 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 تطورها، في حاجات كثيره جدا وادوات كثيره يطول شرحها. لكن الحقيقه هو السؤال ماذا نريد من الحوار الوطني بشكل عام لهذه الأمة المصرية في لحظة مهمة. حوار وطني أعتقد أنه حدث تاريخي لو تم استثماره ويمكن البناء عليه لمستقبل، بل أنه من الممكن أن يكون مفتاح الدخول للجمهورية الجديدة، سواء الملف الإعلامي كما حضرتك ذكرتي أو الاقتصادي أو السياسي. أيوة بسأل حضرتك طبعا بحكم تخصصك، إيه اللي حضرتك يعني شايفه الفرصة الأهم؟ يعني بحكم تخصصي كصحفي حضرتك بتسألي طبعًا. الفرصة الأهم إنه يعني فتح أفاق واسعة أمام وسائل الإعلام بشكل عام. إزاي كيفية التعامل مع المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام الصحفية بشكل عام على أنها جزء كبير منها جزء خدمي بعيدا عن المكسب والخسارة وغيرها، وذلك يصب في مصلحة زملاء كثيرين جدا. وضع يعني تعديل المواثيق اللي موجودة في التي تتعلق بالتنظيم الصحافة والإعلام بشكل عام. يعني هناك العديد الحقيقة من المحاور، القضية مهمة، القضية شائكة، القضية تحتاج إلى مزيد من الدراسة، تأمين الوضع بالتأكيد الصحفي والإعلامي لكافة الصحفيين وكافة أعضاء نقابة الصحفيين وغيرهم ممن يعملون في هذه المهنة سواء في الصحافة والتلفزيون، كلها أمور يعني تستحق أن يكون هناك مجهود من أجلها وتطرح في النقاش في لجنة الصحافة والإعلام داخل الحوار الوطني. كل التوفيق. كل التوفيق لحضراتكم، يعني الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
استاذ عماد، عوده لحضرتك. البعض بينتظر دور كبير جدا من الاعلام عشان يقدروا يتابعوا. بالتاكيد الاكاديميه الوطنيه للتدريب فيها ليها دور اداري مهم جدا جدا، لكن من سينقل الصوره الى المواطن؟ امتى هنعرف مخرجات الحوار؟ في راي حضرتك ايه الاليه اللي ممكن تكون انسب للتواصل بين الحوار الوطني وبين الشارع؟ اولا انا بس عايز افرق بين حاجتين، يعني دوري كعضو في مجلس الامناء، وده انا لسه مفروض يعني طبعا يعني مفروض مع الناس لحد ما نقعد ونتفق على الاسس، فبالتالي ده جزء انا التزم فيه بما يقرره مجلس الامناء عموما. لكن الدور الثاني وهو دوري كمواطن او كصحفي كمشارك ماشي، فدي نقطه ثانيه. بطبيعه الحال اتمنى الحوار الوطني لو احنا خدنا في جزء تعريف ليه الهدف النهائي ايه، ممكن يختلف الافكار والاراء كثيره جدا، بس في وجهه نظري ان انت الوصول الى اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني العام بين قوى المجتمع المختلفه في اطار القانون والدستور والدوله المدنيه. التعريف ده بيخلينا نبقى واخدين بالنا اولا يجاوب على السؤال الاستاذ احمد جاوب عليه بسرعه، ان هو غير مسموح لاي قوه لوسد ايديها بالدماء وبالعنف وبالارهاب بره. هو مفتوح لكل من يؤمن بثورة 30 يونيو بالدولة الوطنية بالديمقراطية بالمدنية. دي تعريفات تقدري مظلة كبيرة تاخدي فيها ناس كتيرة جدا وتنبذي أي حد لا يؤمن بده. يعني وكأن عندنا كده مظلة اسمها القانون والدستور المصري بالظبط اللي احنا عاوزين نتجمع حواليه مش نتفرق عنه بالظبط، نختلف في إطار الخلافات السياسية اللي هو ان احنا والله نحط الـ 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 الكوب ده هنا يمين ولا شمال. ده خلاف مفيش مشكلة، ده خلاف صحي، خلاف صحي جدا ومطلوب بالمناسبة ومفروض يثري ويخلي الناس تعمل أفضل ما لديها، لكن نبقى متفقين ان المكان ده اسمه استوديو، مش هنختلف حوالين مسماه. النقطة الثانية، لو احنا عملنا هذا التوافق الوطني الباقي تبقى قضايا فرعية، هيبقى في قضايا أساسية نتفق على خريطة الطريق اللي احنا الدولة المصرية عملت إنجازات عظيمة جدا في الفترة من 2013 لحد الوقت طبعا، وقدرت تخلي تحافظ على هذا البلد بدل يعني شفنا المنطقة اللي حصل في الدول في ايه. بس لما جينا في وقت زي دلوقتي وفي أزمة عالمية كبرى وفيه اضطرابات في الإقليم وفي العالم واحنا وفي حرب باردة جديدة بتيجي وفي منطقة بيعاد تشكيلها وفي أسعار بترول بتقفز وفي أسعار الدنيا كلها مولعة في حتت كتير، إذن فإحنا محتاجين إن احنا نقعد ونتكلم عشان نشوف ملامح الطريق ده. دي نقط جوهرية، بعدها نيجي نختلف والله هل احنا نعمل في كل القضيه على حده بالظبط. لا احنا بعدها هنيجي نسمع النتائج بالزبط. انا فاهم قصدك، فبالتالي اتمنى انه يتم اطلاع الراي العام المصري اولا باول وبطريقه صحيحه وصحيه على الحوار، وبالتالي ايه ان الناس، لانه الهدف منه ان انا بس مش ان انا اقعد مع المعارضه كحكومه، ان انا اخلي الناس يوصل لها ان فيه تغير ما حصل وتغير صحي، وان هذا الحوار الوطني مش مكلمه، لا ده هيصب في صالح الناس. انا بشكرك وده خير وختام لحديثنا النهارده. انا عارفه الوقت جري بينا، بشكركم شكرا جزيلا وكل التوفيق لما هو قادم في الحوار الوطني. الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريده الشروق، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، المسؤوليه التنظيميه الكبيره دي كمان. النائب الاستاذ احمد فتحي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن، نورتنا. شكرا لحضرتك جدا تحديدا على ذكر موضوع الشباب. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعة، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.